من إخواننا الفلاحين أن يستغلوا الفرص الممنوحة لهم خاصة في مجال استيراد العتاد الفلاحي. وكل البنوك أقولها وأعيدها، وليس فقط البنك بنك التنمية الفلاحية، كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي كلها، ولن يرفض أي ملف، ولن يرفض أي ملف، وكل ملف متكامل أو الذي يتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سوف تكون متابعة بالنسبة لهذا البنك. ولكن التمويل وحده لا يكفي، يجب تكريس كذلك ثقافة التأمين بالنسبة لإخواننا الفلاحين.